السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة النادي العلمي تاعنا لوكلات ميديكوم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا دائما في سلسلة الإسعافات الأولية، وفي عدد اليوم راح نهضروا على انسداد المجاري التنفسية ولا لوبستريكسيون دي فازايغان. المجاري التنفسية هي الأنابيب التي تمتد من الفم إلى الرئتين، وهي اللي تسمح لنا باش نقوم بالمبادلات التنفسية. إذن عند الانسداد تاعها بطبيعة الحال ما راحش نقدروا نتنفسوا ويصير لنا اختناق، وغالبا ما يكون السبب جسم خارجي غريب كالأغذية مثلا أو الألعاب عند الأطفال. والانسداد ينقسم إلى نوعين، أولا الانسداد الجزئي، ثانيا الانسداد الكلي، ولكن كيفاش نفرق بيناتهم وكيفاش نتعامل مع كل حالة منهم؟ أولا الانسداد الجزئي، ونتعرفوا عليه من الضحية تاعنا تكون مازالها تتنفس ولكن بصعوبة وتكح تانيك. واش لازم ندير هنايا؟ هنا فقط نخلو الضحية تاعنا تختار الوضعية اللي تسيب راحتها فيها ونخلوها تسعل تانيك وحدها بلا ما نديرو والو، فقط نراقبوها. ثانيا الانسداد الكلي، والتنفس يصبح فيه غير ممكن نهائيا، ونلاحظوا ان الضحية تاعنا لا تتنفس لا تتكلم ولا تسعل، وتكون فقط حاكم الرقبة تاعها وتحوس على اي مصدر للهواء وتكون مقلقة، ونلاحظوا تانيك ان لون البشرة تاعها يتبدل الى اللون الازرق. اذا كيفاش راحين نتعاملوا مع هذه الحالة؟ هنا راحين نطبقوا تقنية فتح المجاري التنفسية اللي هما اثنين. اولا تقنية 5 ضربات على ظهر الضحية، وذلك من اجل توليد ضغط على المجاري التنفسية وبالتالي خروج الجسم الغريب. هذا الضربات لازم يكونوا بين لي دو زوموبلات كما رانا نشوفوا في هذه الصوره باستعمال قاعده اليد، ولازم تكون ضربات قويه للاعلى وللامام. ونسبه فعاليه هذه التقنيه هي 60%، وتكون ب اولا خروج الجسم الغريب، ثانيا استرجاع التنفس وظهور الكحه. في حاله اذا ما نجحت هذه التقنيه نلجأ الى الطريقه الثانيه واللي هي ضغطات بطنيه او ضغطات صدريه. اولا الضغطات البطنيه، وتستعمل في حاله اذا ما كانت الضحيه شخص راشد او طفل كبير. يقف المسعف خلف الضحية يبحث عن موضع التجوف المعدي، حيث يضع إحدى يديه على شكل لكمة كما هو موضح، ثم يضغط باليد الأخرى حيث يكون الضغط إلى الخلف وإلى الأعلى في نفس الوقت كما يلي. ثانيا الضغطات الصدرية، وتستعمل في حالة إذا ما كانت الضحية ذات وزن زائد أو امرأة حامل أو رضيع. في حالة الضغطات الصدرية يقوم المسعف بوضع يده على عظمة القص أو ما نسميه بالوسترنوم، والضغط يكون إلى الوراء فقط. حالة الرضيع نقوم بحمله بإحكام، نضعه على بطنه فوق ساعد المسعف ونطبق 5 ضربات مع مراقبة خروج الجسم إلى الخارج. في حالة ما إذا لم يخرج الجسم نقلبه على ظهره إلى الساعد الآخر ونطبق الضغطات الصدرية مع التأكد من خروج الجسم. في حالة إذا الجسم الغريب ما خرجش نبقاو نطبقوا 5 ضغطات صدرية بطريقة دورية حتى خروجه. وصلنا لآخر الفيديو تاعنا اليوم، إن شاء الله برك تكونوا استفدتم من المعلومات المقدمة فيه وكذلك من المعلومات المقدمة في هذه السلسلة، للهدف تاعها هو نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الناس بين أهلنا وأصحابنا، لأنه كلنا رانا معرضين للحوادث ويجي النهار ونتقدر هذه المعلومات تفيدك وتنقذ بها حياة أغلى الناس عندك. لأنه كلنا رانا معرضين لهذه الحوادث ويجي النهار وهذه المعلومات تساعدنا باش ننقذ بها حياة أقرب الناس لنا. إذا خلونا في رحبة نوصل ثقافة الإسعافات الأولية إلى أبعد نطاق، والسلام عليكم ورحمة الله. ما راحش نقدروا نتنفسوا، وغالبا ما يكون السبب جسم خارجي غريب. لا عاد كنت كح تتنفس في صعوبة الوقت. انا تقوى في حالة اذا ما تحبت ما تحبت